السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. نعم الله يبارك فيك. أطال عمرك في تنوير المسلمين، جزاك الله خيرا. وإياك وفطاعة الله جميعا يا رب، تفضلي. اللهم آمين. حكم الحجامة يوم الأربعاء؟ لا مانع. كل الأحاديث التي وردت، اسمعي، كل الأحاديث التي وردت في توقيتات الحجامة لا تصح، سواء الحديث الذي فيه أن يوم الثالث عشر، أن يوم السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر أو الأربعاء، كل ذلك لا يصح. ولذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يحتجم إذا هاج به الدم من غير تقييد بيوم، والله أعلم.